هذا وأشارت النائبة مي رشدي ممثل حزب الإصلاح والتنمية إلى أن الهدف من اندماج الأحزاب هو تقويتها وجذب عدد أكبر من الأعضاء، مشيرة إلى أن الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة للحراك السياسي. بصراحة حزب الإصلاح والتنمية يرى كل ما هو يؤدي بدوره لقوة الأحزاب السياسية. الاندماج هو الهدف منه، مش الإجبار على أن الأحزاب تندمج، ولكن أن الأحزاب اللي هي نفس الأيديولوجية من باب أنها تقوي مركزها وتجذب عدد أكبر من الأعضاء يسمح القانون لها بالاندماج، ولكن لا ينظم هذه العلاقة. فإحنا بنتقدم بطلب لتعديل في قانون الأحزاب ينظم فكرة الاندماج بين الأحزاب.